بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده يا جماعه ان شاء الله هنكمل اشياء وهنخلص اخر جزء في الفلترز اللي احنا بدانا فيه المره اللي فاتت, اللي هو السويتشد كاباستور فلترز. اوكي, في الحين هناخد سويتشد كاباستور انتجريتور از ان اكزامبل, هو ده اللي هندرس عليه مور اور ليس الامبلمنتيشن. فاحنا خدنا المره اللي فاتت ان انا ممكن اعمل ريزيستنس يوزنج وات وي كولد ا سويتشد كاباستور ريزيستور, صح؟ ودي مكونه من بيزيكالي تو سويتشز وان كاباستور, صح؟ يعني بيزيكالي احنا وي كان امبلمنت, فاكرين كده المره اللي فاتت الاركتكتشر ده يا جماعه اللي هم التو كلوكس دول, الكاباستور ده احنا اثبتنا المره اللي فاتت ان ذس از ايكويفالنت تو ا ريزيستنس, صح؟ حد فاكر الريزيستنس دي يساوي كام؟ واحد على ماشي 1 ديفايدد باي C في F clock, أو زي ما الناس بتقول ممكن نقول T clock على إيه؟ على C, صح؟ أنا بيزيك اللي أثبتها المرة فاتت من الاركتكشر ده اللي هو فيه two switches, two switches دول are driven by two clocks phi 1 و phi 2, وقلنا two clocks دول are called non-overlapping clocks. يعني إيه non-overlapping؟ يعني actually when one is on, يعني لو أنا افترضت اللي فوق دي هي phi 1 فاكشي phi 2 is off and the other way around, صح؟ فدي دي on for half a clock cycle والتانية ايه؟ on for the other half, ماشي؟ ففي واحدة on من 0 ل T clock على 2 والتانية من T clock على 2 ل T clock and so on, والاتنين ليهم period T clock. واثبتنا معرفة دي resistance او equivalent to a resistance لان هي بتنقل charge, صح؟ من النقطة لنقطة, يعني بتنقل charge من النقطة دي للنقطة دي, فا it's like a resistance. الفرق بس ما بينها وما بين الريزيستنس, يعني الفرق الاساسي ما بين دي وما بين الريزيستنس الحقيقيه, يعني او الريزيستنس اللي هنفهم ايه, بتعتمد على الفريكوانسي طبعا. احنا قلنا المعادله دي ميك سنس يا جماعه, بيزيكالي انا لو كبرت الكاباستور ده كل ما بكبر الكاباستور, صح, او بكبر الكلوك معناها ان انا بنقل مور تشارج, صح, which means equivalently ان الكرنت هيزيد او كان الريزيستنس صغرت. اوكي, فبيزيكالي ده اللي طلع من المعادله. بس الفرق ما بينها وبين الريزيستنس اشي بتنقل التشارج دي كونتينوس, صح, لكن دي بتنقل التشارج ديسكريت, صح, ان سيرتن انستنسز اللي هي تو كلوكس الفاي 1 والفاي 2 دول. اكشلي عشان كده اللي هيطلع ده من سويتش كاباستور فلترز دي بيسموها ديسكريت تايم. يعني احنا عندنا نوعين من الفلترز, في ديسكريت تايم او في كونتينوس تايم فلترز. continuous time ده يعني زي ايه؟ زي اللي احنا خدناهم, زي الـ op amp RC ده continuous time, ده فيه resistors. This is like op amp RC و GMC اللي احنا خدناهم قبل كده. اوكي, والنوع التاني بقى اللي هو discrete time, و discrete time ده النوع الاساسي بتاعه هو سويتش سي. اوكي, فبيزيكالي دول الثري تايبس اوف فلترز, كونتينوس تايم ده اللي احنا خدناه قبل كده, والديسكريت تايم اللي هم السويتش سي, واشي فيه بقى نوع ثالث احنا مش هناخده, بس يعني اللي هو ايه بقى كونتينوس تايم ده, يعني كونتينوس في الامبليتيود, صح, كونتينوس في التايم. ديسكريت تايم ده كونتينوس في الامبليتيود بس ديسكريت في التايم, يعني بيحصل انستنسز معينه. واخر واحد يبقى ايه بقى, شيء ديسكريت في ديسكريت في التايم وديسكريت في الامبليتيود, يبقى اسمه ايه ده؟ ده ديجيتال. اكشلي ذيس از ا ديجيتال فلتر. اوكي, فاخر نوع اللي هو الديجيتال فلتر اللي هنشوف مش هناخده, بس يعني بيزيكالي ذيس از ا ديجيتال اوكي. فالاثنين دول ار انالوج فلترز, والنوع اللي فوق ده از ا ديجيتال فلتر. طيب احنا عايزين بقى نعمل اناليسز للانتجريتور, او عايزين بقى نستخدم الريزيستنس دي اللي احنا قلنا دي از ايكويفالنت تو ريزيستنس. وحد فاكر كان ايه ميزتها, يعني ايه ميزه ان انا اعمل ريزيستنس بالتكنيك ده؟ ايش وي كان امبلمنت ا فيري لارج ريزيستنس, صح. مشكله الانتجريتور اللي هو الاوب امب ار سي ده, اف يو وونت ا فيري سمول, يعني لو عملت انتجريتور عادي بالاوب امب ار سي ده بيطلع واحد على RC, صح,
وبالتالي لو انا عايز اوميجا نوت صغيره اللي هو الفاكتور ار سي ده محتاج فيري بيج ريزيستنس اور ا فيري بيج كاباسيتنس اند ذس از هيوج اريا صح. فبيزيكلي ان ذا لو فريكوانسي ذس از وير السويتشد كاباسيتور فلتر ده فيتس از ان ذا لو فريكوانسي از ان ذا فيري لو فريكوانسي لان على الفيري لو فريكوانسي بيطلع ان قيمه الكاباسيتنس او قيمه الريزيستنس دي لازم تبقى كبيره جدا ماشي. وهنشوف اكشوال انذر ليميتيشن واي ذس كانوت ورك اكسبت ات لو فريكوانسي. بس بيزيكالي هو ده الايه الهدف الاساسي ان انا اقدر اعمل فيري لارج ريزيستنس يوزنج اكشلي سمول كاب صح. انا عايز اعمل بيج ريزيستنس انا هستخدم سمول كاباسيتنس. والحل الثاني ان انا استخدم ايه فريكوانسي قليله صح فيري لو سبيد كلوك. طيب فاحنا بيزيكالي هنعمل انتجريتور بقى يوزنج ذا سويتشد كاباسيتور تكنيك ده. احنا بيزيكالي هنشيل الريزيستنس صح وهنحط مكانها الحاجه اللي احنا قلنا ايكويفالنت ليها صح اللي هي الايه تو سويتشز ويز ذس كلوك تمام كده اللي هو بيزيكالي احنا عايزين بقى نثبت ان ده انتجريتور. وفي الحقيقه عايز اجيب الترانسفير فانكشن يعني عايز اجيب في اوتبوت على في انبوت بتساوي كام صح واتاكد ان هي فعلا از ايكويفالنت تو ان انتجريتور. وفي الحقيقه عشان نحل اي سويتشد كاباسيتور سيركت احنا بنرسم السيركت in the two phases. يعني انا قسمت البورد اهو كده نصين هرسم في الفيز فاي 1 شكل الدايره ايه وفي الفيز فاي 2 شكل الدايره ايه ماشي. فدي اول ستيب انا ويل دو ات ان تو فيزز. في الفيز الاولاني ده شكل الدايره مش كده يا جماعه during فاي 1 ايه اللي بيحصل during فاي 1 يعني السويتش ده مقفول صح فالكاباسيتور ده كونكتد تو في انبوت. وديورينج فاي 1 انا عارف ان فاي 2 مالها open صح. احنا قلنا يا اما فاي 1 مقفول يا اما فاي 2 الاثنين احنا قلنا اسمهم نون اوفرلابنج يعني يا ده يا ده. وبالتالي فاي 2 ده اوبن سيركت ويبقى الكاباسيتور سي 2 موجود في الفيدباك صح كده. طيب وديورينج فاي 2 العكس بقى فاي 2 هو اللي هيبقى شورت سيركت صح وبالتالي سي 1 ده هيبقى واصل هنا ماشي. خلينا نرسمه كده و سي 2 برضه سي ان ذا فيدباك وماشي. فاي 1 ده هيبقى اوبن سيركت صح كده. وانا هكتب بقى هنا ان فاي 2 ده بيحصل في سام تايم انستنس ان او اكشلي المفروض ان انا اكتب ان بس احنا ما بنقعدش نكتب. المفروض ان انا اكتب عند تايم انستنس ان تي كلوك صح يعني الشكل ده بيتكرر عند مالتيبلز اوف تي كلوك ان ان بلس 1 اند سو اون. ولو ده حصل عند ان تايمز تي كلوك يبقى ده بيحصل امتى يا جماعه فاي 1 ده لو ده ان يبقى ده هيحصل امتى؟ قبليه بنص سايكل مش كده. انا عارف ان الفرق ما بين الاثنين دول از هاف كلوك سايكل. احنا قلنا كل واحد من دول هاف كلوك سايكل وبالتالي ده هيبقى عند ان ماينس هاف اوكي. فدي الجنرال تايمز اللي بيحصل فيها الشكل الاولاني والشكل الثاني. عشان احل بقى المساله دي اكشلي ويل دو حاجه بنسميها الشارج كونزرفيشن لو. طبعا حاجه اسمها التشارج احنا كنا بنحل المساله دي في الكونتينوس تايم. لو انا عندي اوب امب ار سي ان انا كنت بعمل ايه يا جماعه؟ يعني ايه كان طريقه حل المساله انا بعمل ايه؟ عشان اجيب في اوتبوت على في انبوت بتاع ده. بكتب كي سي ال عند الفيرتشوال جراوند صح؟ احنا بدل بقى ما نكتب كي سي ال هنعمل وات از كولد ذا تشارج كونزرفيشن لو برضه عند الايه؟ عند الفيرتشوال جراوند اوكي؟ ايه اللي تشارج كونزرفيشن لو ده؟ بيقول لي والله ان سيجما للتشارجز عند التايم ان لازم يكون بيساوي سيجما للتشارجز عند تايم ايه؟ ان ناقص نص، اوكي؟ تشارج كونزرفيشن يعني بيزيكالي مجموع التشارجز عند التايم اللي موجود دلوقتي هو بيساوي مجموع التشارجز عند التايم ان ماينس 1 هاف. واشمعنى اخترت النقطة دي يعني اللي أعمل عندها التشارج كونزرفيشن لو ده؟ لأن مفيش أشياء تشارج هتليك في حتة تانية، صح؟ أنا عارف إن النقطة دي الإمبيدنس هنا بإيه؟ بانفينيتي صح؟ لكن هل ممكن اكتب تشارج كونزرفيشن لو مثلا عند الاوتبوت بتاع الاوب امب؟ الاوتبوت بتاع الاوب امب ده فيه كارنت وفيه تشارجز ممكن تروح. فانا بكتب التشارج كونزرفيشن لو زي ما كنت بعمل كي سي ال كده عند الحته اللي انا متاكد ان مش هيحصل فيها ليكج في التشارج اوكي؟ فبيزيكالي وي كان رايت ذس على الايه؟ على النود دي اوكي؟ مش هكتب كي سي ال. في بعض الناس في الامتحان في اخر السنه بيكتبوا كي سي ال ايكويشن عند النود دي ودول بياخدوا
زيرو. اوكي فيري بيج زيرو قد كده, تبقى مساله سهله جدا يعني. التشارج كونزرفيشن لود بقى بعمله على ايه يا جماعه؟ بعمله على سيرفس. بكتب هنا سيرفس وهنشوف ايه السيرفس ده دلوقتي. وبيزيكالي السيرفس ده هو كل الكاباستورز اللي واصله, او كل البليتس بتاعت الكاباستورز اللي واصله على النقطه دي. يعني انا بشوف الفيرتشوال جراوند نود دي اللي انا متاكد ان هيحصل عندها تشارج كونزرفيشن. ايه البليتس, إيه هو ايه اللي بيشيل التشارج اصلا؟ يعني ايه اللي هيشيل الكيو دي؟ ايه الكاباستورز, صح؟ البليتس بتاعت الكاباستورز. فانا بشوف ايه البليتس بتاعت الكاباستورز اللي واصله بالنقطه دي, اللي هما في الحاله دي مين؟ اه في بليت من سي 1, صح يا جماعه؟ في البليت ده من سي 1, يبقى في هنا تشارج, والبليت ده من سي 2. اوكي, وانا هفترض في الحقيقه ان البليت ده بلس والبليت ده ماينس, ماشي؟ ففي تشارج هنا وفي تشارج هنا, وانا افترضت ان البليت ده بلس والبليت ده ماينس. اكشلي يو كان ميك ات ذا اذر واي اراوند, يعني ذيس از اوبشن لو انت عايز تخلي ده ماينس وده بلس, بس يو هاف تو بي كونسيستنت. يعني يو هاف تو بي كونسيستنت, يعني لو انت افترضت ان ده البلس هنا لازم في الفيزز ده يبقى هو ده الايه. اوكي, فانا من حقي افرض البليت زي الكرنت كده, كان من حقي افرض الكرنت في الاتجاه ده او في الاتجاه ده, بس اي هاف تو بي كونسيستنت, ماشي؟ يبقى بالتالي يا جماعه في السيجما كيو دي السيرفس في الحاله دي هو سي 1, البوزيتيف بليت بتاع سي 1 وسي 2, وهنا برضو سي 1 وسي 2. السؤال بقى, سيجما التشارج دي بتساوي كام بقى؟ ايه التشارج اللي موجود على الكاباستور ده بقى دلوقتي؟ اه بيزيكالي الكيو يا جماعه بتساوي سي دلتا في, مش كده؟ انا عارف ان الكيو اللي موجود على الكاباستور ده هي سي 1, ده سيجما كيو بقى اللي انا بكتبها دي, ده سي 1 في الدلتا في. الدلتا في على الكاباستور ده بكام؟ زيرو. اكشلي دلتا في بتاعت الكاباستور ده هي زيرو فوق وزيرو تحت, يعني بيزيكالي الكاباستور ده ما فيش عليه تشارج اصلا. بس انا هكتب المعادله عشان ايه, جاست دي اول مره, بس بيزيكالي هي سي دلتا في, ودلتا في بتساوي صفر ماينس صفر, زائد التشارج اللي موجوده على سي 2 اللي هي برضو سي دلتا في. دلتا في بتساوي كام بقى دلوقتي؟ اه سينس ان انا عامل ده البوزيتيف بليت فهتبقى زيرو ماينس في اوت. وده انهي في اوت يا جماعه؟ في اوت عند التايم ان, يعني دلوقتي واقف عند التايم ايه؟ ان, فده في اوت ات تايم ان. دي مجموع التشارجز اللي على التو كاباسيتورز, ده لازم يكون بيساوي بقى مجموع التشارجز على نفس التو ايه؟ على نفس التو كاباسيتورز او على نفس السيرفيس, بس التايم ان ماينس 1. فانا هرجع تاني بقى للتايم ان ماينس 1 عشان كده رسمت الرسمتين دول. اوكي؟ لان هرجع اشوف بقى الكاباسيتور ده كانت ايه التشارج اللي موجود عليه هنا, والكاباسيتور سي 2 كانت ايه التشارج اللي موجود عليه هنا, ماشي؟ ولازم دول يبقوا بيساووا بعض. فده هيطلع بقى بيساوي سي 1, ايه التشارج اللي كانت موجوده بقى دلوقتي؟ او سوري في التايم اللي قبل كده. برضه فرق الفولتج اللي على الكاباستور, بس دلوقتي فرق الفولتج بقى في انبوت, صح؟ وده برضه بلس وده ماينس, في انبوت ماينس زيرو. في انبوت, وده برضه انهي في انبوت يا جماعه؟ ده في انبوت بقى اللي فات, مش كده؟ فده في انبوت ان ماينس نص, زائد سي 2 برضه في الدلتا في اللي على الكاباستور ده, الكاباستور ده عليه زيرو ماينس في اوتبوت برضه, بس ده ماينس في اوتبوت اوف ايه؟ ماشي, ودي ايكويشن نمبر 1. يا جماعه كده انا عملت تشارج كونزرفيشن لو ده عند الفيز فاي 2. اكشلي وي ويل دو ذا سيم, وي ويل دو اكزاكتلي ذا سيم عند الفيز فاي 1. يعني سيجما الكيو عند تايم ان ماينس 1 لازم تطلع بتساوي سيجما كيو عند ايه بقى؟ عند ايه؟ عند التايم اللي قبل ده, صح؟ بيزيكال عند التايم بيفور ان ماينس هاف, التايم اللي بيفور ان ماينس هاف اللي هو ان ماينس كام؟ 1. وشكل الدايره عند تايم ان ماينس 1 فين؟ ماشي, هو نفسه ده, صح؟ الشكل ده هو ان, وهو برضه ايه؟ ان ماينس 1 و ان بلس 1 وسو اون, ماشي؟
بيزيكال انا اوريدي عارف ان ماينس 1 الايه الدرجه كام. فانا هكتب نفس اللود يا جماعه بس برضو على هنا سيرفيس بين ان ماينس 1 وان ماينس 1. الفرق الوحيد بقى دلوقتي فين السيرفيس بقى اللي انا هعمل عليه للتشارج كونزرفيشن لو ده عارف لنا فين السيرفيس اللي انا هعمل عليه تشارج كونزرفيشن لو احنا بس يا جماعه قلنا بنعمل تشارج كونزرفيشن لو ده عند انهي نقطه عند الكاباسيتورز او عند السيرفيس اللي واصل بالفيرتشوال جراوند نود وقلت اخترت النقطه دي لان انا عارف ان مفيش تشارج جوينج اني وير ايلس فالتشارجز دي اكيد ايه وي كان ابلاي عليها التشارج كونزرفيشن فانا حاجه عند النقطه دي واشوف ايه هم البليتس هو ده اللي انا سميته سيرفيس كده البليتس بتاعت الكاباسيتورز اللي واصله على النقطه دي في الحاله دي ايه البليتس اللي واصله على النقطه دي هو ما فيش غير وان كاباسيتور بس اللي هو مين اللي هو سي 2 فبيزيكالي السيرفيس في الحاله دي از اونلي ذا كاباسيتور سي 2 ماشي يبقى التشارج اللي موجود على الكاباسيتور سي 2 دلوقتي لازم تكون بتساوي التشارج اللي موجوده على سي 2 ات ذا بريفيوس تايم طيب الكيو بقى ان ماينس نص دي بتساوي كام C2 زي ما عملنا هنا بالظبط كان هتبقى C2 وبرضه انا هفترض ده بلس وده ماينس يبقى 0 ماينس V output بس V output اوف كام دلوقتي؟ هنا ماينس نص بيساوي C2 في 0 ماينس ايه اللي تشارج على الكاباسيتور C2 ده هنا؟ 0 برضه ماينس ايه؟ V output V output اوف كام بقى دلوقتي؟ هنا ماينس 1 ماشي ودي ايكويشن نمبر 2 يا جماعه يعني from equation number 2 لو عملنا equation number 2 دي يعني ده معناه ان v output of n minus نص بيساوي v output of n minus ايه واحد does that make sense الequation اللي طلعت دي هل دي حاجة make sense يعني في time instance phi 1 ده ال output مش هيتغير basically انا بقولك ان v output of n minus نص هو ال output اللي فات ما حصلش اي تغيير يعني وهنرسمها دلوقتي بس بيزيكالي ده دي معنى المعادله دي ان الفي اوتبوت دلوقتي طلع بيساوي في اوتبوت اوف ان ماينس 1 يعني there is no change in the output سؤالي انا does that make sense اه بيزيكالي يا جماعه انا عندي كاباسيتور صح الكاباسيتور ده شايل تشارج معينه وبالتالي لازم فرق الفولتج ده والشارج دي انا عارف انها مش ما راحتش في حته صح الشارج دي از كونزرفد هو ده معنى التشارج كونزرفيشن اللي احنا عملناه وبالتالي لازم الفي اوت ده يفضل ايه كونستنت صح مش هيتغير هيتغير ايه اللي هيغيره ما فيش اي تشارج بتجري الفولتج ده لو اتغير معناها ان لازم التشارج دي تكون ايه اتغيرت صح ده حصل امتى بقى ايش حصل هنا بقى لو طبقنا نفس المعادله دي يا جماعه خليني اخد ده احنا الترم ده بصفر الاول مش كده وهقسم الطرفين دول على C2 او ماينس C2 هيطلع ان V output of N انا عايز اجيب V output اللي هو ده عند التايم N اوكي فهيطلع ان V output of N بيساوي لما نقسم على C2 او ماينس C2 V output of N ناقص نص ماينس C1 على C2 V input of N ناقص نص صح كده؟ ومن الايكويشن دي بقى انا لسه قايل ان في اوتبوت اوف ان ماينس نص بيساوي في اوتبوت اوف ان ماينس 1 يعني انا ممكن اشيل ده واحط مكانه ايه يعني في اوتبوت بقى دلوقتي اتغيرت ولا ما اتغيرتش اكشلي في اوتبوت دلوقتي اللي هي عند تايم ان بتساوي في اوتبوت اللي فاتت صح بس حصل عليها ايه في ترم اتضاف كده اللي هو اكشلي هنثبت ان ده هو ده الانتجريتور اكشلي في اوتبوت اوف ان ماينس 1 ماينس سي 1 على سي 2 في في انبوت ان ماينس نص برضه ده از ذات لوجيك يعني الفي اوتبوت دلوقتي اتغير ليه في اوتبوت اتغير؟ ايه اللي حصل خلى في اوتبوت اتغير؟ بيزك يا جماعه حدش دي الاوبريشن اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت بتاع الكاباستور اللي احنا قلنا زي الجردل ده اكشن الكاباستور ده راح شحن من في انبوت صح؟ عند تايم ان ماينس نص بقى عليه شحنه صح؟ بقى عليه تشارج طب وفي تايم ان ماينس 1 وفي تايم ان التشارج اللي عليه بكام؟ بكام التشارج عليه دلوقتي؟ بزيرو صح؟ التشارج اللي عليه بقى بصفر التشارج اللي عليه راحت فين؟ في تشارج كونزرفيشن صح؟ التشارج اللي على الكاباسيتور سي 1 اللي هو راح جابها ده وداها فين؟ اكشلي اتس اوريدي
transmitted to C2 صح. فالتشارج اللي خدها C1 وداها ل C2 صح. بدل ما في تشارج راحت ل C2 يبقى لازم يكون الفولتج ده ايه اتغير. اوكي فبيزيكالي V output of N هيتغير نتيجة التشارج اللي هي بتاعت الكاباستور C1 ده اللي هي C1 في V input N minus 0 ماشي. فهي دي الاوبريشن بالظبط. C1 بيروح يجيب تشارج يروح يفضيها في ايه C2 and so on. طيب هل دي معادله انتجريتور بقى اللي طلعت دي؟ احنا هنثبت كمان شويه انها بس دي معادله ايه في الديجيتال كده او في ال... لا انا بقول في اوت دلوقتي بيساوي في اوت اللي فات زائد حته او ماينس دلوقتي ماينس ده اكيوميليتور. اكشلي ذيس از ريلي ان اكيوميليتور صح. ده بيزود سام بارت او بينقص هنا في الحاله دي في نيجاتيف ساين في ان اوف ان ماينس نص. طيب لو حبينا نرسم الويف فورمز دي خلوها بقى على اخر المحاضره ممكن نوزعها وناخدها لاخر المحاضره. طيب ماشي ماشي هجيبها ماشي. يا جماعه just to visualize قبل ما نخش في معادلات كده وحاجات بكلكعه شويه خلينا نشوف كده ايه اللي بيحصل. يعني دول انا راسم دلوقتي التو كلوكس اللي هم فاي 1 وفاي 2 وراسم الانبوت انا هفترض الانبوت اللي هو الكيرف الثاني واحد ده وعايز ارسم الاوتبوت بتاع الانتجريتور بتاع الانتجريتور ده بيساوي كام شكله ايه وهرسم كمان النقطه اللي في النص دي ممكن نقول عليها في كاب. اوكي فالفي كاباستور ده هيطلع شكله يا جماعه during phi 1 في كاباستور ده شكله ايه هو نفسه في انبوت صح phi 1 ده مقفول وبالتالي في كاب هو في انبوت وديورينج phi 2 يبقى بصفر. اوكي فبيزيكالي في كاب ده اللي انا بسامبل عليه ماشي في عمليه سامبلنج هنا بتتم الكاباستور ده بيسامبل في انبوت فطول ما phi 1 هاي الفي كاب ده بيفولو الانبوت صح اتس اولويز فولوينج ذا انبوت لغايه امتى؟ لغايه لما فاي 1 تفصل هيثبت يعني مور اور ليس كاني عملت سامبل اند هولد واول ما تيجي فاي 2 هينزل لكام؟ هينزل لصفر صح؟ فبيزيكا ده اللي احنا قلنا عليه الكاباستور سي 1 ده بيروح يملى شحنه من في انبوت وديورنج فاي 2 الشحنه بتاعته بتخلص صح؟ بيزيكا بيبقى بزيرو يعني الشحنه بتاعته بتبقى ايه؟ بزيرو. ايه اللي بيحصل بقى في الفي اوتبوت ات ذا سيم تايم؟ انا حصلت ان الفي اوتبوت الاول بادئ بصفر صح؟ يعني في اوتبوت از ستارتنج فروم زيرو. احنا اولا قلنا ديورنج فاي 1 ايه اللي بيحصل في في اوتبوت؟ ما بيتغيرش صح؟ ديورنج فاي 1 الاوتبوت از كونستنت ما فيش فيه اي تشينج. اللي تشينج بيحصل عند تايم ايه بقى؟ عند فاي 2 او عند ان او ان بلس 1 اند سو اون. ومن المعادله دي بقى في اوتبوت اوف ان هو في اوتبوت اوف ان ماينس 1 اللي فرض ان هو بصفر وفي حته كده ماينس سي 1 على سي 2 في في انبوت اوف ان ماينس نص. اوكي فبيزيكالي في اوتبوت لو في انبوت بالبوزيتيف هيحصل فيه ايه؟ هينزل هو بالنيجاتيف ماشي؟ نزل بالنيجاتيف هيفضل بقى وهيثبت صح؟ وديورنج الفاي 1 اللي بعدها هيفضل ثابت هيتغير تاني امتى يا جماعه؟ عند فاي 2 اللي هي عند ان بلس 1 بقى نكست تايم. حد شايف ليه هنا ما اتغيرش؟ يعني في هنا تغيير بس فيري سمول تشينج يعني ما حصلش تغيير كبير قوي. اكشلي شحن بحاجه صغيره قوي بيزيكالي في انبوت هو بيشحن بفي انبوت وفي انبوت هنا تقريبا كان بكام؟ كانت بزيرو في التايم انستنس بقى ان بلس 1 اللي بعدها اكشلي في انبوت هنا جامبنج اب نوت جامبنج داون. ايه اللي حصل يعني؟ في انبوت بقى بالنيجاتيف صح؟ ففي انبوت بقت ايه؟ بالنيجاتيف اند سو اون. فبيزيكالي هو ده الايه؟ الاكيوميليشن ده الاكيوميليتور. اوكي بياخد جزء من في انبوت اللي هو في سي 1 على سي 2 في انبوت اوف ان ماينس نص. طيب احنا عايزين بقى نثبت بالمعادلات ان ده انتجريتور. طبعا هنا اسيومنج هنقولها كمان شويه كده ان الاوب امب ده يا جماعه از اولموست ايديال. اولموست ايديال ده يعني يبان فين؟ انا فرض ان انا ما اتكلمتش خالص على الاوب امب بس انا فرض ان هو اولموست ايديال مفيش شحنات رايحه بس ده از ا جود اسامبشن لان انا عارف ان هو اوبن سيركت. اكشلي انا افترضت ان هو كده لان انا افترضت ان الاوتبوت تقريبا انستنتينيسلي تشينجينج صح؟ ده معناه ان الاوب امب ده ماله؟ نعم؟ سريع جدا يعني بيزيكالي الباندوس بتاعه از فيري فيري لارج. اوكي طب لو الباندوس بتاعه مش فيري لارج ولا حاجه ايه اللي هيحصل؟
يعني ايه اللي هيتغير في الشكل ده؟ هينزل كده يا جماعه صح، بيزيكال هياخد اكسبوننشال بيهافير كده. ده معناه ان الجي بي دبليو بتاعه الاوب امب ده احنا قلنا لازم تبقى سريعه. سريعه دي يعني بكام؟ هنوزع عليكم يا جماعه الاستبيان ده ماشي يا جماعه. البشمهندس كان بيقول انا عايز جي بي دبليو تبقى سريعه. سريعه دي يعني بالمقارنه بمين؟ قلنا مين؟ في انبوت. لا مش في اكشن، احنا هنقول ايه علاقه دلوقتي في انبوت، بس انا بقول لك الاوب امب ده الجي بي دبليو بتاعته لازم تبقى سريعه، مش كده؟ انت قلت لازم تبقى سريعه، يعني لازم يسيتل بسرعه. بالمقارنه بمين بقى؟ سويتشز. هقارن يا جماعه جي بي دبليو بالكابستور، يعني اقارن جي بي دبليو بايه؟ بكلوك. برافو. بيزيكال يا جماعه لازم الاوب امب ده لو الجي بي دبليو بتاعته لازم تبقى اكبر بكتير من الكلوك، صح؟ ده محتاج يساتل ويذن مش حتى نص كلوك، مثلا عشر كلوك سايكل ولا حاجه، صح؟ يعني لو ده ساتلد الساتلنج تايم بتاعه اكبر من عشر او ربع كلوك سايكل، ده معناه ان هيبقى فيري سلو عشان يساتل، هياخد ايه؟ هياخد وقت كبير جدا. فايت هاز تو بي ماتش فاستر. غالبا احنا بنختار جي بي دبليو بتاعت الاوب امب ده ممكن مثلا 10 مرات الايه؟ ات ليست 10 تايمز الكلوك. اوكي، الكونديشن ده معناه ان الاوب امب كان ساتل فيري فاست ريليتيف للايه؟ للكلوك بيريود، اذروايز هياخد وقت كبير جدا مش هيلحق يساتل، وانا عايزه عند الكلوك بيريود اللي بعدها عايز الاب تتغير، صح؟ فلما كانش لاحق يساتل هيكون ايه؟ الاوبريشن باظت. ماشي؟ طيب عايزين بقى نطلع يا جماعه اتش من المعادله اللي تحت دي. عايز اطلع بقى زي ما بنعمل كده في اي فلتر، انا عايز اطلع الترانسفير فانكشن، عايز اطلع اتش اللي هي في اوبوت على في انبوت. ده سينس ان ده ديسكريت تايم سيستم، بقى احنا قلنا ده ديسكريت تايم، دي هتبقى اتش اوف ايه؟ بيزيكال اتش اوف زد، صح؟ بيزيكال دي هتبقى اتش اوف زد، هاخد الزد ترانسفورم بتاع الايه؟ في اوبوت، يعني في اوبوت اوف زد على في انبوت اوف زد. اوكي، حد يعرف يقول لي في اتش اوف زد هيطلع بكام بقى الترانسفير فانكشن دي؟ هاخد الزد ترانسفورم بتاع المعادله دي، صح؟ ايه اللي هيطلع بقى؟ دي في اوبوت اوف زد، وده هيطلع ماينس صح يا جماعه. فانا خدت الزد ترانسفورم، ده هيطلع اتش اوف زد، واكشلي ذيس از ذا ايكويشن اوف زي ما قلتوا كده ايه اكيوميليتور في الزد دومين. ماشي؟ طيب عايز ارسم بقى اتش اوف زد اللي طلعت دي، او بيزيكال عايز ارسم وات از كولد وات وي كول ذا فريكوانسي ريسبونس. انا لما كنت بطلع اتش of s كنت برسم حاجه اسمها frequency response، صح؟ ازاي بيتغير مع frequency؟ يعني كنت بعمل ايه؟ كنت بشيل s دي واحط مكانها ايه؟ j omega، صح؟ بيزيكالي هو ده الفريكوانسي ريسبونس لو كان continuous time. طيب ولو كان discrete time انا هشيل z بقى دي واحط مكانها ايه كفريكوانسي؟ في كذا ترانسفورميشن، بس احنا بيزيكالي هنحط z بتساوي e to the j omega t. اوكي، ده ال transformation او e to the st، معرفش خدتوها في الكنترول دي ولا ماشيين زد، حط مكانها e to the st. انا كده بجيب الفريكونسي ريسبونس، ماشي؟ الماجنتيود والفيس، فانا هشيل زد واحط مكانها e to the j اوميجا t كلوك عشان اجيب h او عشان اجيب الفريكونسي ريسبونس. ده هيطلع بقى بيساوي ماينس c1 على c2
علشان هضرب هنا فوق وتحت في زد قص نص وده هيطلع. شوف ليه دلوقتي هتشوف يا جماعه لما اعوض هنا زد اي تو ذا جي اوميجا تي قص نص ماينس اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي قص نص ده ايه؟ دي ساين صح؟ بيزيكال ذيس از ا ساين هيطلع 2 جي طيب انا هرسم ده بقى زي ما بنعمل كده في ال هرسم ده مع الفريكوانسي عشان انا عايز اقارن دلوقتي الترانسفير فانكشن اللي طلعت دي يعني انا هرسم مع الفريكوانسي الاول لو رسمت الكونتينيو الانتجريتور اللي هو كونتينيوس تايم ده هيطلع شكله ايه مع الفريكوانسي يعني انا رسمت اتش اوف جي اوميجا بتاع الكونتينوس تايم الكونتينوس تايم ده اللي هو ايه يا جماعه اللي هو ده مش كده ده الكونتينوس تايم اللي هو بيطلع واحد على اس ار سي ده بيطلع شكله ايه مع الفريكوانسي واحد على اوميجا صح بيزيكال لو شلت اس وخليتها واحد على اوميجا ده هيطلع 1 اوفر اوميجا يعني ده هيطلع ده شكل الكونتينوس تايم ترانسفير فانكشن انا عايز ارسم بقى ترانسفير فانكشن الثانيه اللي انا طلعتها دي طبعا انا باخد الايه انا برسم الماجنيتيود بتاع الترانسفير فانكشن قبل صحيح ما ارسم الماجنيتيود كويس نفسك في 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 يا جماعه حاجه مهمه جدا طلعت في الايه طلعت في الشكل ده اولا انا عايز بس اعمل الاول ابروكسيميشن كده لو الساين دي از فيري سمول لو دي ساين ثيتا ان ثيتا دي از فيري سمول معناها اوميجا تي كلوك على 2 دي از ماتش لارجر سمولر ذان 1 الساين دي هتبقى بكام هي الارجمنت اللي جوه ده صح فده هيطلع ال2 دي هتروح مع ال2 دي هيطلع سي 1 على سي 2 تي كلوك اوميجا صح كده طيب انا عايز اقارن ده بالكونتينوس تايم وحد يقول لي ايه ال ايه البنفيت اللي طلع الكونتينوس تايم ده هيطلع واحد على اس ار سي دي اللي هي اوميجا ار سي يعني اوميجا في ار في سي حد يقول لي يعني ده الاتش كونتينوس وده الاتش ديسكريت هل في اي بنفيت هم شبه بعض ولا مش شبه بعض الاول ده حاجه كده على اوميجا والتاني برضو حاجه على اوميجا صح فبيزيكالي هما الاثنين هيطلعوا شكلهم كده 1 اوفر اوميجا ده بس اكشن اللي فوق ده انا بس عملت فيه ابروكسيميشن يعني ده فاليد امتى بس يا جماعه لو اوميجا تي كلوك دي اصغر بكتير من الواحد صح هنشوف دلوقتي لو ما كانش اصغر بكتير من الواحد ايه اللي هيحصل بس اوميجا تي كلوك يعني الكونديشن اللي انا عملته ده اوميجا تي كلوك is much less than 1 يعني كان الفريكوانسي مالها يا جماعه يعني الكونديشن ده عشان يتحقق لازم تكون الباشمهندس كان بيسال بيقول لي اوميجا انبوت اكشلي لازم تكون الكلوك فريكوانسي اسرع بكتير من مين من الفريكوانسي اللي انا مدخلها صح بيزيكالي الانبوت سيجنال فلو انا مدخل سيجنال مثلا 1 ميجا الكلوك بتاعتي مثلا لازم تبقى على الاقل 10 ميجا لو الكلوك بقت 10 ميجا ده معناه ان الجي بي دبليو لازم يبقى كام 100 ميجا صح وده الليميتيشن في الحقيقه واي ذس سويتشد كاباسيتور سيركتس كانوت ران ات ا فيري هاي فريكوينسيز اوكي لو فاكرين كده في الرسم اللي انا كنت برسمها في اول سلايد خالص دي كل واحد يستخدم فين السويتشد كاباسيتور سيركت ده كان موقعه فين يا جماعه في الفريكوينسي ات فيري لو فريكوينسيز ليه ات فيري لو فريكوينسيز لان انت ودي المين ديز ادفانتج بتاعته ان انت اولا يو نيد تو يوز ا كلوك ما كانش فيه كلوك قبل كده صح فيو نيد تو هاف ا كلوك دي اول حاجه مش بس كده الكلوك دي لازم تبقى سريعه يعني قد ايه برضو على الاقل مثلا 10 مرات السيجنال بتاعتك صح يور فريكوانسي مش بس كده بقى كمان ايه الاذر بينالتي اكشن ويتش از ايفن مور امبورتنت ده معناه ان الجي بي دبليو بتاع الاوب امب بتاعك يعني الاوب امب اللي هستخدمه لازم هو كمان يبقى 10 مرات اسرع من الكلوك اوكي ده معناه ان الجي بي دبليو هتبقى ايه كبيره جدا وبالتالي this is the main limitation why we cannot run this switched capacitor circuits at a very high frequency لان احنا في الحقيقه هنلاقي في المقابل فيه very good features
فكان السؤال يبقى طب ليه ما استخدموش على طول؟ ايه الجود فيتشرز بقى اللي طلعت؟ حد يشوف يا جماعه؟ خلاص ده في واحد على اوميجا وده واحد على اوميجا. لو قارنا الفاكتور ده بالفاكتور ده اكشلي كده يا جماعه كده احنا عارفين ان الار سي ده هو بيبقى الباندوتس بعد كده صح، زي ما الناس بتقول اللي هو بيبقى اوميجا نود او حاجه. فانا في الحقيقه دي اول فايده ان انا ممكن اغير الباندوتس بتاعت الفلتر ده. اكشلي الفلتر ده از بروجرامبل عن طريق ان انا اغير ايه؟ لا قبل كده هنا عشان اغير عشان انا بروجرامتي كنت لازم اغير الار او السي. هنا انا محتاج اغير ما فيش ار، هل محتاج اغير السي؟ انا ممكن اغير مين يا جماعه؟ كلوك صح، دي حاجه سهله ان انا اغيرها ولا لا؟ الكاباسيتور ده مش سهل ان انا اغيره بعد ما اتعمل له فابريكيشن. خلاص هعمل له هغيره ازاي؟ خلاص هو ايه فيكسد. لكن السويتشد كاباسيتور سيركتس دي واحده من ضمن المميزات بتاعتها ان هي بروجرامبل. يعني ايه بروجرامبل؟ يعني اف يو تشينج ذا كلوك فريكوانسي انت اكشلي ار تشينجينج ذا فلتر كاركترستكس. انا ممكن اغير اوميجا نود بتاع الايه الفلتر سنتر فريكوانسي بتاعته او الكات اوف لو كان لو باس فلتر اند سو اون. فبيزيكلي اتس بروجرامبل، والبروجرامابيلتي دي بتعتمد على الاف كلوك اللي هي سهله ان انا اغيرها، ممكن اخليها 1 ميجا 2 ميجا اند سو اون. طيب دي اول حاجه. ايه الملاحظه الثانيه بقى؟ برافو عليك. بيزيكلي يا جماعه طلع ان الكاباسيتورز سوري الاوميجا نود دي او الباندوتس ما بيعتمدش على تو كومبوننتس مضروبين في بعض، ده بيعتمد على ايه؟ على ريشيو C1 over C2. ده معناه ان الريشيو دي هتطلع very accurate. يعني لما يتصنع ده هيطلع very accurate. usually you don't need an extra tuning اللي احنا سميناها في الاول خالص كده automatic tuning. automatic tuning ده كنت بعمله ليه؟ لو الار والسي بتغيروا اوميجا نوت هتتغير صح؟ دلوقتي C1 وC2 الريشيو دي هتفضل ايه؟ هتفضل fixed. فتاني حاجه it does not really need any tuning لان هي it's by design الريشيو C1 over C2 is fixed. وبالتالي الفلتر اللي هيرجع بعد التصنيع هيطلع الفاليوز بتاعته فيري ايه فيري اكوريت. ماشي طبعا اسيومينج برضو ان التي كلوك هي كمان اكوريت. ايه الحاجه الثالثه بقى؟ وهي دي الميزه اللي احنا بدانا بيها اساسا. احنا قلنا ايه هنستخدم ده اصلا؟ بس يا جماعه لو لاحظنا كده، حد شايف سي 1 على تي كلوك دي هي ايه؟ ايه سي 1 على سي كلوك؟ مش احنا كنا شايلين هنا، انا كنت كاتبها من شويه كده، دي الايكويفالنت ريزيستنس بتاع السويتشد كاباستور ده صح؟ يعني كان انا كنت قلنا ار ايكويفالنت هو ده ايه؟ ففي الحقيقه ممكن نشيل تي كلوك على سي 1 دي وكنت اكتب مكانها ار ايكويفالنت. يعني هي شبه دي بس الريزيستنس دلوقتي بقت الايكويفالنت ريزيستنس اللي هي تي ديفايدد باي ايه؟ سي 1. واحنا قلنا من الاول خالص كده ده معناه ان انا ممكن امبلمنت ا فيري لارج ريزيستنس صح من غير ما استخدم فيري بيج اريا. بقى دلوقتي ممكن استخدم احقق ريزيستنس كبيره جدا من غير ما تبقى الاريا كبيره، لان هستخدم كاباستور صغير which is a very small area واستخدم ايه كلوك كبيره تي كلوك سوري كلوك صغيره تي كلوك كبيره او اف كلوك فيري سمول. فبيزيكالي وي هاف 3 ادفانتجز. ممكن امبلمنت ا فيري لارج ريزيستنس اللي هي بيزيكالي suitable for low frequency لو عايز احقق اوميجا نود صغيره. تاني حاجه الفلتر كوفيشنز هتطلع كونستنت مش هتتغير لان هي بتعتمد على الريشيو بين سي 1 اند سي 2. تالت حاجه اللي لقيتها باشمهندسه ان هو بروجرامبل عن طريق تغيير تي كلوك، يو كان تشينج فلتر ايه كاركترستكس. ماشي طبعا المين بقى ديز ادفانتج اللي انا ايه التمن اللي انا دفعته يا جماعه ان انا محتاج ابلاي كلوك، مش بس كلوك دي لازم تبقى فيري هاي كلوك وبالتالي فيري هاي ايه باندويث في الاوب ام. طيب هيحصل ايه بقى يا جماعه لو الاوميجا دي مش صغيره قوي ولا حاجه؟ يعني لو انا افترضت بقى احنا الابروكسيميشن ده احنا قلنا ده ابروكسيميتلي ده ابروكسيميشن صح؟ الابروكسيميشن ده فاليد لو كانت الاوميجا دي صغيره جدا. طيب لو مش صغيره جدا بقى، يعني افترض ان انا بدات اوصل ل اف كلوك على 2 هتعرف يا جماعه يرسم الرسمه دي. انا عايز ارسم بقى الاتش كونتينوس اللي فوق ده سوري الديسكريت ده لو الكلوك مش صغيره قوي، لو الاف مش صغيره قوي بقى ولا حاجه. بيزيكلي هتبقى الساين فانكشن دي صح؟ مش هقدر اعمل بقى الابروكسيميشن ده. طيب الساين فانكشن دي
عند اوميجا بتساوي اف كلوك على 2. خلينا نشيل عشان ما نتلخبطش, بس انا هكتب دي اف كلوك والاوميجا ده 2 باي والاثنين دي هتروح مع الاثنين دي. سوري دي اف بس. لو الاف دي يا جماعه بقت اف كلوك على 2 صح, اولا لو هي اف كلوك, خلينا نبدا من الاخر, لو هي اف كلوك ايه اللي هيحصل؟ تبقى بزيرو, هيرجع لتحت, ده هيرجع تاني بصفر. يعني هيحصل ايه في الترانسفر فانكشن دي؟ هترجع تاني للانفينيتي. يعني بيزك الترانسفر فانكشن دي عند اف كلوك هترجع تاني تبقى انفينيتي, وعند اف كلوك على 2 دي هتبقى ساين باي على 2 صح. دي اكبر قيمه للساين, وبالتالي دي اصغر قيمه للفانكشن دي هتبقى سي 1. يعني هيبقى في هنا حاجه سي 1 على 2 سي 2. يا جماعه ده هيبقى شكل اللي هي ساين فانكشن, انا ما رسمتش حاجه, هي بس الساين فانكشن دي عند 0 تبقى بزيرو, يعني ده هيبقى بانفينيتي, وعند اف كلوك هترجع تاني تبقى بانفينيتي, وعند اف كلوك على 2 دي هتبقى ساين باي اوفر 2 هتوصل للمينيمم بتاعها اللي هو سي 1 على 2 سي 2. اوكي هدي يا جماعه مش متابع الايكويشن دي, انا مجرد بس بعوض في الساين يعني. وطبعا عند الحته اللي هي الفريكوانسي صغيره جدا, لو اوميجا دي از فيري سمول, انا عارف ان الكيرفين دول مالهم, دول هينطبقوا على بعض مور لسه, هتبقى ايه؟ هتبقى 1 اوفر اوميجا زي ما كنا عاملين. وبالتالي ده معناه هل ده ريلي انتجريتور؟ هو انتجريتور صحيح, بس انتجريتور في اي حته؟ في الحته الصغيره جدا اللي هي بتحقق الشرط ده صح يا جماعه. لو الفريكوانسي از ماتش ليس ذان اف كلوك ذن يو هاف ان انتجريتور. وين يو ستارت ريتشنج اف كلوك بتبقى الانتجريشن او الفانكشن بتاعت الانتجريتور از نوت ايه, از نوت فاليد. حد عارف ايه اللي هيحصل بعد كده يا جماعه؟ طب الفريكوانسي دي ممكن تبقى اكبر من كده, ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الشكل ده هيحصل, هيتكرر تاني يا جماعه. خدتوا انتوا في اي ديسكريت تايم سيستم, انا في الحقيقه محتاج ارسم الفريكوانسي ريسبونس من فين لفين بالظبط كده, من 0 ل 2 باي. اكشلي اف كلوك هي دي 2 باي, لان الكيرف ده بيحصل فيه ايه؟ ده از ريبيتيتيف صح, ده بيتكرر بعد كده. في الحقيقه كمان انت ممكن ترسمه بس من 0 لغايه باي بس. ليه؟ لان هو سيمتريك. اكشلي فروم باي لغايه 2 باي هو ايه؟ الاوبوزيت. ففي الحقيقه حتى ممكن ارسمه ايه؟ في نص بس. ماشي يا جماعه. فبيزيكال الديسكريت تايم انتجريتور اللي طلع ده يشبه الكونتينوس تايم انتجريتور بس اونلي ان ا سمول رينج ويتش ساتسفايز الايه الكونديشن ده. وده بيرجعنا تاني ان انا عشان استخدم التكنيك ده اللي هو سويتش كاباسيتور تكنيك لازم اضمن او لازم استخدم ا فيري هاي كلوك ماتش لارجر ذان ذا فريكوانسي اوف اوبريشن اللي انا شغال عندها, وبالتالي لازم استخدم ا فيري لارج باندويث فور ذا ايه فور ذا اوب امبس. وده زي ما قلت كده ده المين ليميتيشن اوف ذيس تكنيك. فذيس تكنيك از فيري جود ان لو فريكوانسي. في اللو فريكوانسي ما عنديش المشاكل دي, بقى في اللو فريكوانسي هتبقى ليك الكلوك ستيل صغيره والجي بي دبليو ممكن تبقى صغيره, واي ويل جيت ا لوت اوف بينيفيتس. الفلتر بتاعي ده هيبقى بروجرامبل, هيبقى مش محتاج تيوننج, وممكن امبلمنت بي ا فيري لارج ريزيستنس. ف ات ذيس فريكوانسي ذيس از ا فيري ايه ا فيري جود تشويس. كل ما الفريكوانسي تكبر بقى ابدا ايه اخسر البينيفيتس دي, واهيت ات سام بوينت ان انا مش عارف اجيب الايه الجي بي دبليو بتاعت الاوب ام. ماشي at this point بقى لازم نسويتش للاوب امب ار سي الموديل and so on. طيب خلينا ناخد دايره ثانيه كده. قبل ما نقول لي احنا ليه هنغير الدايره, بيزيكلي احنا عايزين نثبت دلوقتي ان الاركتكشر اللي طلع ده از باراسيتيك سنسيتيف. يعني لو في باراسيتكس في الدايره او في السيركت هيحصل تشينج للترانسفير فانكشن. اوكي اولا الباراسيتكس دي ممكن تبقى موجوده فين؟ يعني ممكن يبقى في باراسيتكس موجوده فين؟ شيء ممكن يبقى في باراسيتكس عند سي 1 زي ما الناس بتقول عند النقطه دي يا جماعه صح, اللي هي الباراسيتكس بتاعت مين باي ذا واي؟ بتاعت الكاباستور. مش بتاعت الكاباستور, ايش بتاعت الترانزستور, بتاعت التو ترانزستورز اللي فوق دول اتليست, يعني غير كمان التريس بس اتليست التو ترانزستورز دول ليهم باراسيتكس. فالنقطه اللي في النص دي وفين تاني؟ وفي هنا في الاوب امب
وفي في الاوتبوت صح. فدول الثلاثه نودز اللي فيهم كاباسيتورز. في واحد رابع مش مشكله بس بيزيكالي ده الكاباسيتور سي بي 1 ده الباراسيتيك الاولاني, وفي سي بي 3 اللي انا رسمه هنا سي بي 3 وسي بي 4. المفروض ان انا بقى كنت وانا بعمل الاناليسز اللي انا لسه عامله ده يا جماعه اللي هو الشارج كونزرفيشن اناليسز اللي بيسموه شارج كونزرفيشن اناليسز, كنت احط الكاباسيتورز دي سواء في فاي 1 سواء في ايه في فاي 2. طيب دول هيبقى موقعهم فين بقى؟ يعني سي بي 1 سي بي 2 سي بي 3 دول هيبقوا فين هنا؟ هيبقوا فين هنا؟ سي بي 3 ده سوري سي بي 1 ده واصل مع سي 1 اوكي. فبيزيكال كان المفروض يبقى عندي كاباسيتور هنا اسمه سي بي 1. طب وهنا سي بي 1 ده هيحصل فيه ايه هنا؟ بيزيكالي يعني هو واصل دايما مع سي 1. لما فاي 2 دي تبقى اون هيبقى يوصل بالايه بالنيجاتيف بليت, فسي بي 1 ده هيبقى برضو موجود فين؟ طيب وسي بي 3 ده دايما على طول موجود عند الفيرتشوال جراوند نود, يعني ده موجود هنا وموجود هنا, وسي بي 4 ده موجود في الايه صح كده. فدول الثلاثه كاباسيتورز اللي انا فرضته. اولا في واحد منهم باين قوي خلاص كده ان هو ملوش تاثير اساسا في الـ في الايكويشنز اللي هي تشارج كونزرفيشن ايكويشنز. مين هو؟ سي بي 4 ده. سي بي 4 ده احنا جبناه سيرته خلاص, انا بعمل تشارج كونزرفيشن عند النقطه دي صح عند الفيرتشوال جراوند نود, وبالتالي سي بي 4 ده داز نوت ميك اني ديفرنس. وده طبعا جاي برده نتيجه ان انا فرض ان الاوب امب ده از ايديال او الاوتبوت امبيدنس بتاعته بتساوي صفر. طيب سي بي 3 بقى ده هيأثر في الشارج كونزرفيشن وسي بي 1 هيأثره ولا لا؟ يعني فور اكزامبل وانا بكتب الايكويشن دي يا جماعه, يعني وانا بكتب الايكويشن اللي انا كنت عند فاي 2 انا كنت بقول هشوف ايه السيرفيس اللي موجود هنا صح؟ بقى مين السيرفيس دلوقتي؟ كلهم بيزيكالي سي 1 وسي 2 وسي بي 3 وسي بي 1 صح؟ فكل الاربعه كاباسيتورز دول كلهم شايلين الشارج, فكان المفروض ان انا اكتب في الايكويشن دي سي 1 وسي 2 وده وده. طيب الشارج اللي على سي بي 3 دي بكام؟ زيرو. ده اكشلي مش شايل الشارج اصلا, فده زائد يعني كنت هكتب هنا زائد سي بي 3 في 0 ماينس 0. طب والناحيه الثانيه برضو زيرو, وبالتالي اكشلي سي بي 3 هو كمان ملوش ايه ملوش تاثير. ليه ملوش تاثير؟ لان هو مش بيشيل الشارج اساسا, هو دايما سواء في فاي 1 او في فاي 2 كونكتد بتوين زي ما الباشمهندس كان بيقول كده كونكتد بتوين تو جراوندز, وبالتالي ات هاز نو تشارج, وبالتالي مش هيأثر ولا في الايه ولا في فاي 1 ولا في فاي 2. الوحيد بقى اللي هيبقى ليه تاثير في الحقيقه هو مين؟ سي بي 1 بقى يا جماعه هيأثر ولا هو كمان مش هيأثر؟ هو لو هو كمان مش هيأثر كنا هنقول بقى ده باراسيتيك انسنسيف. دلوقتي سي بي 1 هيأثر. ليه هيأثر؟ يعني وانا بكتب هنا هكتب هنا زائد سي بي 1 في 0 ماينس 0 صح؟ ده اللي اتشارج عليه. بس الناحيه الثانيه في ايه بقى؟ سي بي 1 في ايه يا جماعه؟ سي بي 1 ده كان عليه تشارج هنا بقى صح؟ في في انبوت ان ماينس نص ناقص ايه؟ يعني كان في الحقيقه حد شايف يا جماعه كان لو انا خدت هنا كومن فاكتور كان سي 1 ده بقى ايه صح؟ سي 1 بقى زائد سي بي 1. في الحقيقه سي بي 1 ده از اكتنج فيري سيميلرلي للسي 1. بيعمل ايه يعني؟ في فاي 1 بيروح يشحن من في انبوت, وفي فاي 2 بيفرغ في سي 2 صح؟ لان الشارج عليه بقى بصفر, وبالتالي هو كمان بيفرغ في ايه؟ في سي 2. فاي حاجه بتحصل في سي 1 هي از اكزاكتلي هابينج تو ايه؟ to CP1. وبالتالي this is يعني الانتجريتور اللي احنا كنا رسمينه من شويه ده يا جماعه is parasitic sensitive, يعني basically الباراسيتكس هتاثر في شكل ايه اتش اوف زد. طيب فاحنا هناخد بقى اركتكتشر تاني.
اوكي نعمل انتجريتور تاني بس باراسيتيك انسنسيتيف وده غالبا هو اللي احنا استخدمه وده شكله في الحقيقه يعني بيزيكلي ذس از ذا باراسيتيك انسنسيتيف انتجريتور وهنثبت دلوقتي ان هو باراسيتيك انسنسيتيف حد شايف ايه الفرق ما بينه وما بين اللي فات ايه اه بيزيكلي بدل ما كان عندي 2 سويتشز بس قبل كده كان عندي فاي 1 وفاي 2 2 سويتشز دلوقتي بقوا كام 4 فبيزيكلي وي انكلودد 4 سويتشز 2 منهم على فاي 1 وفي 2 تانيين على فاي 2 اند وي ويل بروف ان الاركتكتشر ده از انسنسيتيف تو باراسيتكس خلينا برضو نرسمه كده احنا قلنا اي سويتش كاباسيتور سيركت ده حاجه جنرال خالص برسم الدايره ان ذا تو فيزز صح في فاي 1 وفاي 2 واعمل التشارج كونزرفيشن اناليسيس ده اطلع في اب بقى خلينا نرسمها بقى يا جماعه فاي 1 في فاي 1 الكاباسيتور ده هيبقى شكله كده ده V input وده C2 و during phi 2 صح يا جماعة ده اللي حصل في فاي 1 زي ما قلنا كده هنحط مثلا ده N ده N ماينس نص يعني conceptually كده ايه اللي بيحصل برضو يا جماعة ايه اللي حصل دلوقتي ايه اللي حصل في فاي 1 وايه اللي حصل في فاي 2 actually exactly like before ايه اللي حصل في فاي 1 الكاباسور سي 1 ده شحن صح عن طريق في انبوت وفي الوقت فاي 2 الشحنه اللي عليه بقت بكام بصفر صح ده وصل ما بين برده التو جراوندز وبالتالي فروم تشارج كونزرفيشن بوينت اوف فيو ده معناه ان التشارج دي لازم تكون راحت في حته هي بالحقيقه راحت لسي 2 وبالتالي هيحصل فيها ايه هيحصل فيها تشينج في الفولتج فاحنا لما نكتب المعادلات هنلاقي ان المعادلات ار فيري سيميلر للمعادلات اللي احنا كتبناها قبل كده تقريبا هيطلع مي بي نفس الترانسفير فانكشن الفرق بقى زي ما بقول دلوقتي هنثبت برضو ان الاركتكتشر ده بقى باراسيتيك انسنسيتيف دلوقتي يعني فروم سنسيتيفيتي بوينت اوف فيو ما بقاش بتفرق معايا الايه الباراسيتيك خلينا الاول نكتب التشارج كونزرفيشن خلينا نحط الباراسيتكس بالمره عشان نكتبها ايه ونطلعها بالمره ان هو انسان الباراسيتكس دول موجودين فين دلوقتي عند الاوتبوت وعند الجراوند دول احنا قلنا دول خلاص ما لهمش لازمه احنا عارفين ان هم دول مش هيأثروا خلينا بقى في الاثنين اللي احنا كان قبل كده بيأثروا اللي هم بيزيكال عند السويتشات صح يعني عند النقطه اللي فوق دي وعند دي اوكي هنسميهم سي بي 1 وسي بي 2 طيب سي بي 1 ده شكله ايه هنا او في فاي 1 وشكله ايه في فاي 2 during فاي 1 سي بي 1 ده واصل فين يا جماعه ارسمه فين هنا واصل برضو ناحيه الانبوت يعني انا عندي سي بي 1 طب وهنا سي بي 1 يا جماعه اللي هي النقطه دي صح النقطه دي عند فاي 2 هتبقى واصله بايه بالجراوند يعني بيزيكالي سي بي 1 ده هيبقى فين طيب وسي بي 2 سي بي 2 ده اللي هو النقطه اللي هنا دي صح فديورينج فاي 1 دي واصله بالجراوند من هنا ده سي بي 2 وديورينج فاي 2 وصل بالفيرتشوال جراوند صح يعني بيزيكلي ده ايه وهنكتب بقى التشارج كونزرفيشن ايكويشنز اللي احنا قلنا سيجما كيو عند تايم ان ده لازم يطلع بيساوي سيجما كيو عند تايم ان ماينس نص قلنا انا حاجه عند الفيرتشوال جراوند نود واشوف ايه هو السيرفيس احنا قلنا الكلام ده بيتحط على سيرفيس معين اللي هما بيزيكالي اول ذا بليتس كونكتد تو ذيس بوينت صح كل الكاباستور بليتس اللي كونكتد تو ذيس اللي هما مين بقى سي 1 والسي بي 2 والسي 2 صح دول الثلاثه بليتس اللي واصلين وانا هفترض ان ده بلس وده ماينس قلنا افرض اي اتجاه وبالتالي سيجما كيو دي اللي هي سي 1 ده 0 ماينس 0 هكتبها بسرعه شويه بقى احنا اوريدي كتبناها بكده زائد سي بي 2 في كام؟
زائد C2 صحيح يا جماعه دي التشارج اللي موجوده على ثلاثه كاباسيتورز ده بيساوي بقى مجموع التشارج على الكاباسيتورز نفس الكاباسيتورز دول ان ذا بريفيس تايم اللي هو بيساوي كام بقى سي 1 ده باي ذا واي انا قايل ده البوزيتيف بليت وده النيجاتيف بليت دول فين هنا يعني النيجاتيف بليت كان وصل على ايه والبوزيتيف بليت كان وصل على ايه ايش ده النيجاتيف ده البوزيتيف دلوقتي صح فبيزيكالي التشارج او الكاباسيتور سي 1 ده النيجاتيف وده البوزيتيف وده الايه وبالتالي الكاباسيتور سي 1 ده عليه تشارج قبل كده بتساوي ايه زائد سي بي 2 اللي تشارج عليه برضو بصفر صح زائد C2 في 0 minus V output of N ماشي ومن المعادلة دي جماعة يظهر ان CP2 ماله ملوش تأثير صح CP2 هنا في 0 وهنا برضو ايه ماشي الترم ده كمان ب 0 وبالتالي ممكن بقى بس نرتب المعادلة دي شوية يطلع ان V output of N هقسم برضو على minus C2 ده بيساوي V output of N minus نص ماشي دي اول معادله تاني معادله هعمل نفس الكلام بقى بس عند تايم ان ماينس 1 وتايم ايه تايم ان ماينس نص وتايم ان ماينس 1 نفس المعادله بتاعه تشارج كونزرفيشن دي هعملها في البريفيوس كلوك سايكل ده هيتطبق بقى على انهي سيرفيس دلوقتي انا هطبق المعادله دي على سيرفيس مش كده فين هو السيرفيس اللي انا هطبق عليه المعادله دي هي زي قبل كده بالظبط يا جماعه سي 2 برضو صح انا بيزيكلي بطبق على الحاجات اللي واصله بالنقطه دي اللي هو برضو سي 2 وبالتالي هيطلع ان في ابوت اوف ان ماينس نص زي المعادله اللي فاتت بالظبط في بيساوي في ابوت اوف ايه ان ماينس الابوت مش هيتغير في الحاله دي الابوت از ايه از نوت تشينجينج هل سي بي 1 اثرت في الموضوع احنا قلنا سي بي 2 ما طلعتش اي حاجه هنا طب هل سي بي 1 اثرت في الموضوع برضو ما طلعتش خالص في المعادله صح ليه بقى يعني كونسبشوالي كده ايه اللي حصل يعني ليه سي بي 1 دي كانت بتظهر قبل كده ودلوقتي ما بقتش بتظهر بالظبط كده يا جماعه بيزيكال هي بتشحن صحيح بالفي انبوت زي المره اللي فاتت بالظبط صح الاثنين دول كانوا ان بارلل يعني كانت سي 1 بتشحن وسي بي 1 هي كمان بتشحن بالانبوت بس ايه الفرق ما بين المره دي والمره اللي فاتت المره اللي فاتت سي بي 1 ده كان هو كمان بيفرغ في سي 2 صح الشحنه بتاعته كانت بتروح في سي 2 لان هو كان بيوصل على النقطه دي دلوقتي سي بي 1 ده الشحنه بتاعته راحت فين راحت في الجراوند صح did not change او is not affecting الايه الفي اوتبوت فسي بي 1 has also no role في الايه في الاوبريشن وبالتالي this is a insensitive integrator ماشي الانتجريتور اللي طلع ده is insensitive للبراسيتكس حد شايف ايه الفرق بقى ما بين الانتجريتور ده وما بين الانتجريتور اللي فات الفرق بقى يا جماعه في الاشاره طلع بس المره اللي فاتت كان بيطلع هنا في ماينس هنا هيطلع بلس يعني هيطلع ان في اوت اوف زد او في اوت اوف ان بقى بتساوي في اوت اوف ان ماينس 1 هعوض بدي هنا زائد اوكي وده يسموه بوزيتيف ماشي ده بوزيتيف انتجريتور في الحقيقه انا ممكن اعمل بوزيتيف انتجريتور وممكن اعمل نيجاتيف انتجريتور يعني انا ممكن اعمل الاثنين في سويتش كاباستور هنشوف ازاي بعد كده شويه نعمل احنا اوريدي شفنا الاثنين شفنا نيجاتيف وشفنا بوزيتيف هل الانتجريتور ده ممكن يبقى بوزيتيف او نيجاتيف الكونتينوس تايم ده نيجاتيف بس صح عشان لو كنت عايزه بوزيتيف كنت بضطر اعمل ايه احط انفرجن بعديه صح وده بيفيدني فيها يا جماعه حد فاكر ليه محتاج اعمل الانفرجن دي يعني ليه عايز الانتجريتور ده يبقى بوزيتيف مش نيجاتيف استخدمناه في اركتكتشر قبل كده لو ايه
بالظبط. انا هحط اثنين، انا عشان اعمل فلتر بقى زي ما عملنا بكده سكند اوردر فلتر، كنت بحط اثنين انتجريتورز ورا بعضهم صح. فلو التو انتجريتورز دول الاثنين نيجاتيف، الفيدباك ده بقى ايه؟ بقى بوست فيدباك صح. فبالتالي انا مضطر احط انذر ستيج تديني ماينس 1، مش محتاج منها بس غير الايه النيجاتيف ساين دي عشان يفضل ايه بوست فيدباك. انا دلوقتي في الحقيقه لما لو شفنا كده لو في وقت في الاخر، انا برضو هحط اثنين انتجريتورز ورا بعضهم، تو انتجريتورز سويتشد كاباسيتور انتجريتورز، بس انا دلوقتي بعرف اعمل بوزيتيف انتجريتور وبعرف اعمل ايه نيجاتيف انتجريتور، فمش محتاج اعمل ماينس 1 ولا حاجه. لو حطيت تو انتجريتورز دول ورا بعضهم وقفلت اللوب هيبقى نيجاتيف فيدباك. فده بوزيتيف انتجريتور، دي اول حاجه. بس كمان ويز ديلي، ايه ويز ديلي بقى دي؟ اللي هو لو جبنا اتش اوف زد يا جماعه، احنا قلنا اتش اوف زد دي هيطلع بتساوي سي 1 على سي 2 بالبوزيتيف دلوقتي صح. دي المعادله اللي احنا جبناها قبل كده، بس بدل ما هي بالنيجاتيف بقت بالبوست. فين الديلاي ده بقى؟ انا بقول ان ده انتجريتور زد ماينس نص، دي يا جماعه زد ماينس نص دي ديلاي صح. ديلاي مقداره قد ايه؟ نص كلوك سايكل صح. برضو داز ذات ميك سنس؟ يعني بيزيكلي انا بقول لك ان الاوتبوت هيطلع بعد نص كلوك سايكل، مش هيطلع على طول، هيطلع ات ويل تيك سام تايم او ات ويل تيك هاف ا كلوك سايكل to appear at the output. هل ده make sense؟ no. برافو عليك. انا بيزك يا جماعه انا بسامبل الانبوت في فاي 1 صح؟ يعني انا خدت سامبل من الانبوت في فاي 1. هل في فاي 1 الاوتبوت طلع؟ احنا قلنا الاوتبوت ثابت صح؟ في اوتبوت اوف ان ماينس نص بيساوي في اوتبوت اوف ان ماينس 1 يعني التايم اللي فات. فالفي اوتبوت ما اتغيرش. الفي اوتبوت هيتغير امتى؟ في النص الجاي صح؟ عند تايم ايه؟ عند تايم ان اللي هي عند فاي 2، يعني هاف كلوك سايكل افتر الايه الانبوت ماشي. فذير از ديلي بتوين الانبوت والاوتبوت نتيجه ان انت بتسامبل في فاي 1 والاوتبوت ما بيطلعش غير في امتى يا جماعه؟ في فاي 2 صح. فبيزيكلي ذير از ا هاف كلوك ديلي ان ذا ان ذس اوبريشن. في حاجه ثانيه كمان الحقيقه، دي برضو يمكن نشوفها بعد كده. حد يعرف يقول لي يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ طبعا الانتجريتور ده انا مش قايل لك هو هيجي ايه بعديه بعد كده، احنا قلنا هيجي غالبا بعديه انتجريتور تاني صح؟ والانتجريتور التاني ده هو كمان هيبقى ايه؟ سويتشد كاباسيتور انتجريتور. فوارد الانتجريتور اللي جاي ده يعني بيزيكال هيبقى في اوله برضه سويتش كده صح؟ بيسامبل الاوتبوت بقى ده، يعني هنا بسامبل الانبوت، الانتجريتور الجاي هيسامبل الايه؟ هيسامبل الاوتبوت اللي طالع ده. فممكن السويتش ده يا اما يبقى فاي 1 يا اما يبقى فاي 2 صح كده؟ لو هو فاي 2 يعني لو انا بسامبل الاوتبوت ده عند فاي 2 هو ده اللي هيطلع صح؟ هيطلع فيه هاف ديلي ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت. طب افرض انا بسامبل الاوتبوت ده عند فاي 1، يعني انا حاطط هنا سويتش النكست ستيج از سامبلينج ذا اوتبوت ات فاي 1. حد يعرف يقول لي ايه اللي هيحصل؟ او اتش اوف زد دي هتطلع شكلها ايه؟ بالظبط كده، هيطلع الديلاي وان كومبليت سايكل. يعني انت بيزيكالي شحنت بالانبوت طلعت اوتبوت، طلعت اوتبوت عند فين؟ عند فاي 2. بس هل انت عملت له سامبلنج دلوقتي؟ انا لسه ما عملتلوش سامبلنج صح. انا هو طلع صحيح عند فاي 2 بس انا ما خدتوش، هاخده امتى؟ عند فاي 1 اللي بعدها. يعني بيزيكالي الاوبريشن دي من الانبوت للاوتبوت خدت 1 كومبليت سايكل صح. بسامبل عند فاي 1 الاوتبوت طلع عند فاي 2 وانا هسامبل الاوتبوت عند فاي 1 اللي بعد كده. فبيزيكالي ذيس از ايه 1 كومبليت ديلي ماشي. نعرف منين بقى الديلي ده بنص ولا بواحد؟ لازم اكون عارف، وغالبا في مسائل الشيت عندكم ما اعرفش بحط ايه، بحط سويتش في الاوتبوت كده. فلو في سويتش هنا عند فاي 2 ده معناه ان في هاف كلوك ديلي، لو في سويتش عند فاي 1 ده معناه ان في 1 ايه 1 كلوك ديلي. وفي الاخر هي مساله ديلي، يعني هل هتفرق في حاجه قوي؟ الترانسفير فانكشن هي يا جماعه صح. الترانسفير فانكشن لما باجي اخد الترانسفير فانكشن باخد الماجنيتيود، الماجنيتيود بتاع زد ماينس نص ده بكام او زد ماينس 1 ب 1 صح. انا بشيل زد واحط مكانها اي تو ذا جي حاجه، الماجنيتيود بتاعها از اولويز ايكوال تو 1. فسواء في كلوك ديلي او هاف كلوك ديلي الماجنيتيود از ذا سيم اوكي. طيب الاركتكشر الثاني بقى هسيبكم ده تعملوه اكسرسايز، او اعتقد هو عندكم في الشيت برضو.
وده برضو parasitic insensitive نقدر نسبتها دي. وبرضو هستخدم 4 switches زي قبل كده. ايه الفرق ما بين ده كاركتكشن؟ يعني ايه الفرق ما بين ده وما بين اللي احنا لسه عاملينه من شويه؟ مكان فاي 1 وفاي 2 دول يا جماعه متغيرين صح؟ فاي 1 هنا ده كان هنا وهنا, وفاي 2 كانوا الاثنين دول صح. فبيزيكالي فاي 1 وفاي 2 دول سويتشد. اوكي ده كل اللي حصل. هسيبكم تثبتوا بقى ان الاركتكشر ده از اولسو باراسيتيك سنسيتيف. يعني لو فرضنا ان في سي بي 1 او سي بي 2 مش هيأثروا خالص في الاوبريشن زي ما عملنا كده في الايكويشنز. الحاجه الثانيه بقى ان الانتجريتور اللي هيطلع ده هيبقى نيجاتيف, هيرجع تاني يبقى نيجاتيف. احنا قلنا انا عايز بوزيتيف انتجريتور وعايز نيجاتيف انتجريتور, فانا الاثنين دلوقتي بقوا موجودين عندي. بس هيبقى كمان ايه, حد شايف ايه اللي طلع هنا يا جماعه؟ ده ديلي فري. اكشلي ذيس از كولد ا ديلي فري انتجريتور, مفيش فيه ديلي. يعني هيطلع الترم اللي هنا 1 مش زد ماينس نص ولا زد ماينس 1 ولا حاجه خالص, هيطلع الترم ده ايه 1. اوكي فذيس از ا نيجاتيف انتجريتور اند اتس ديلي فري. اولا برضو داز ذات ميك سنس, يعني هنعمل معادلات ونقدر نثبتها, بس داز ذات ميك سنس؟ يعني لما بحط الانبوت الاوتبوت بيطلع في نفس اللحظه. بيزيكال يا جماعه الكاباستور ده سي 1 ده في فاي 2 هيكون شكله ايه؟ هيكون الاثنين دول واصلين على الجراوند صح. فبيزيكال هو بيفرغ في فاي 2 بيبقى الشارج بتاعته بصفر. طب امال بيشحن امتى؟ بيشحن في فاي 1 صح. عند فاي 1 ده هيبقى واصل بالانبوت, والنقطه دي هتبقى واصله بكام؟ بزيرو. طب والاوتبوت بيطلع امتى؟ برضو عند فاي 1 صح. بيزيكال عند فاي 1 الكاباستور سي 2 ده واصل مع الكاباستور سي 1, فبيزيكالي التشارج بتاعت سي 1 دي بتتنقل عند سي 2 برضه في فاي 1. فبيزيكالي الانتجريتور ده از ديلي فري لان عند فاي 1 الانبوت واصل والاوتبوت برضه واصل صح. ده عكس كل الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. كان عند فاي 1 بيبقى واصل بالانبوت والاوتبوت بيبقى شايفين ده يا جماعه ده كان ديسكونكتد, وبالتالي الاوتبوت مش بيتغير, وكان بيتغير عند اللحظه اللي بعدها صح عند فاي 2. دلوقتي عند فاي 1 بقى سي 1 ده هو اللي كونكتد بالسي 2 او بالاوتبوت, فهي دي نفس اللحظه اللي بيبقى الاوتبوت ايه بيتغير عندها. فديس از ا ديلي فري انتجريتور اند اتس اولسو باراسيتيك انسنس. خلينا في العشر دقايق اللي فاضلين دول, لو الدايره بقى يا جماعه بقت مور كومبليكيتد ذان وان انتجريتور, احنا كل اللي احنا عملناه في الاناليسيس ده از اونلي وان انتجريتور كويس, سواء بقى هيطلع ديلي فري في ديلي اند سو اون. طبعا لما نيجي بقى نتكلم على فلترز زي ما هنشوف كمان شويه كده, هلاقي بقى ان انا عندي مور انتجريتورز اكتر من واحد وفي فيدباكس وحاجات كده. لو فكرنا نعمل التشارج كونزرفيشن لو في الحاله دي هنلاقي ان المساله بقت فيري كومبليكيتد. فاحنا بيزيكال هنرجع المساله للبيزك بيلدينج بلوكس اللي احنا نعرفها, ونجيب اتش اوف زد على طول من غير ما ايه, من غير ما اعمل بقى التشارج كونزرفيشن. انا خلاص عملت التشارج كونزرفيشن على وان انتجريتور, بقيت بعرف اجيب اتش اوف زد خلاص استخدمها بقى ماشي. كل بس اللي انا محتاج اعرفه هل الانتجريتور ده في ديلي مفيش في ديلي بوزيتيف ولا نيجاتيف اند سو اون, واخد على طول المعادله. يعني فور اكزامبل ده سمبل اكزامبل, انا هنا عندي يا جماعه ثلاثة انبوتس في انبوت وفي انبوت او في انبوت واحد في انبوت اثنين في انبوت ثلاثة, وعندي الاوتبوت. هل نقدر نكتب من الرولز اللي احنا عملناها من شويه كده او من الاكسرسايز اللي عملناها ممكن اكتب في اوتبوت بيساوي كام؟ يعني هل من الشكل اللي فوق ده انا ممكن اكتب اتش اوف زد بيساوي كام على طول مباشره من غير ما اعمل انا كنت ممكن اعمل برضو تشارج كونزرفيشن وعلى ارسم الرسمه في فاي 1 بيساوي كام وفي فاي 2 بيساوي كام, بس هنلاقي ان المساله بقت ايه, بقت طويله جدا. والحل بقى بيزيكالي وي ابلاي سوبر بوزيشن.
انا ممكن افترض ان انا عندي 1 input at a time صح، والانبوتس التانيين بصفار. طيب فخلينا نعمل كده يا جماعه، لو انا ما عنديش اللي هو 2 و3 دول، ما فيش غير انبوت الاولاني بس في انبوت 1، الاب بيساوي كام؟ يعني مثلا عندي الكاباسيتور سي 1 وسي سي اي ده صح، الاب بيساوي كام؟ سي على سي صح، بيزك ده الكونتينيوس، ده مفيش فيه سويتش كاباسيتور اساسا، فده هيطلع ماينس سي 1 على سي اي، وده مضروب في في انبوت رقم 1 صح. طيب ولو في انبوت 2 هو اللي موجود، هتشوف ايه ده يا جماعه؟ ده الانتجريتور اللي احنا لسه عاملينه من شويه، بيزكلي ده الانتجريتور اللي هو فيه الاثنين دول فاي 1 والاثنين دول فاي 2، واحنا قلنا ده انتجريتور بيديني بوزيتيف، ده اللي انا بقول عليه بقى ان انا هستخدم المعلومات اللي انا خلاص اوريدي عملتها، مش هضطر اعملها تاني بقى، فانا عارف ان ده بيطلع بوزيتيف انتجريتور يعني بيطلع بالبلس، وبيطلع الريشيو ما بين التو كاباسيتورز اللي هي سي 2 برضو على سي اي، واحنا قلنا ان ده في ديلي صح، يعني هيطلع زد ماينس 1 في V input 2. طبعا كل ده اوف زد، انا بعمل ايه؟ واخر واحد بقى ده بيزيكال، ده انتجريتور بالنيجاتيف ومفيش فيه ديلي، اوكي، ده اللي احنا قلنا عليه في الاخر خالص اللي هو ديلي فري اند اتس ا نيجاتيف، فده معناه ان هيطلع ماينس سي 3 على سي اي، مفيش ديلي يعني دي ب 1. اوكي ماشي يا جماعه، فانا بيزيكال لو عندي بقى المساله بقت اعقد من كده او بقى عندي مور ذان 1 انتجريتور اند سو اون، يعني بيزيكال بقى فلتر ولا حاجه، انا اقدر استخدم الايه السوبر بوزيشن ابروتش ده واحوله للبيلدنج بلوكس، او بيزيكال احوله لسيجنال فلو جراف او بلوك دايجرام. انا ممكن اشيل بقى اللي فوق ده كله يا جماعه واحطه في صوره ايه؟ بلوك دايجرام. انا عندي انتجريتور اللي هو 1 على سي اي اف 1 اوفر زد ماينس 1، وعندي 3 برانشز بقى اللي هم هيتجمعوا، هو ده السوبر بوزيشن صح؟ اول تاني واحد فيهم ده سي 2 في زد ماينس 1، والاخير ده ماينس سي 3 ده بالنيجاتيف. طب واول واحد الواحد ده ما فيش فيه اصلا انتجريشن، ما كانش فيه زد ماينس 1، فهضطر اضربه في ايه؟ هيبقى ماينس سي 1 في 1 ماينس زد ماينس 1. يعني انا حولت الانتجريتور اللي فوق ده من غير ما اعمل بقى معادلات شارج كونفيشن، حولته للبلوك دايجرام اوكي، عن طريق ان انا قسمته للبيزك بيلدينج بلوكس. طيب خلينا نطبق الكلام ده بقى في انذر امور بقى ريال اكزامبل. ده ايه يا جماعه؟ يعني ده المفروض يطلع ايه من الكونتينيوس تايم اللي احنا عارفينه قبل كده؟ ده مش انتجريتور، هو مور ذان انتجريتور، ده ايه؟ ده فيرست اوردر لو باس فلتر، والفيرست اوردر لو باس فلتر ده في الحقيقه فيه كمان فيه بول، يعني فيه بول وفي ايه كمان؟ زيرو جاي عن طريق النتورك ار 1 سي 1 دي، فار 1 سي 1 ده عمل لي زيرو، وار 2 سي 2 هو اللي بيعمل الايه؟ البول. ماشي، فذيس از ا جنرال فيرست اوردر فلتر. يعني ايه جنرال؟ يعني بقدر اعمل بي 1 بول 1 0، دي اكتر حاجه ممكن اعملها في الايه؟ في الفيرست اوردر. فانا بيزد على ده حولته الى سويتشد كاباستور امبلمنتيشن، يعني عملت ايه؟ شلت كل ريزيستنس وحطيت مكانها سويتشد كاباستور امبلمنتيشن بتاعها صح، اللي هو بيزيكال كاباستور ويا اما اثنين سويتشز، ده اللي احنا بدانا بيه، بس احنا قلنا الاركتكتشر ده السنسيتيف، فهشيل كل ريزيستنس واحط مكانها بقى كاباستور وايه واربعه سويتشز صح، اللي هم فاي 1 هنا وفاي 2، او دي برضو ايه نفس الكلام فاي 1 وفاي 2. من البلوك من الرسمه دي بقى انا عايز اجيب اتش اوف زد، يعني عايز اجيب في اوبوت على في انبوت بيساوي كام؟ زي ما قلت كده ممكن ابدا بان انا اعمل تشارج كونزرفيشن لو واشيل كل وارسم فاي 1 وفاي 2، حاولنا نحل المساله هتبقى ايه فيري لونج، وغالبا ممكن يحصل فيها كمان ايه يعني رونج اناليسيس. نجيب اتش اوف زد ازاي بقى من غير ما نعمل الشارج؟ يعني بيزيكالي ارجع المساله دي للبيزك بيلدينج بلوكس واحلها، حاجه سيميلر للابروتش اللي احنا عملناه هنا فوق ده. هتعرف يقول لي ازاي نحول دي لبلوك دايجرام وبناء عليه نطلع اتش اوف زد؟ ده انتجريتور صح، انا عارف ان الشكل ده انتجريتور وداخل عليه كذا حاجه، يعني هم ده السوبر بوزيشن ابروتش اللي احنا قلناه،
وكل واحدة منهم بس بقى هشوف بقى هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، فيها ديلاي ما فيش فيها ديلاي اند سو اون. ايه الحاجات بقى اللي داخله على الانتجريتور ده؟ اولا هو ده الانتجريتور يا جماعه صح، الاوب امب بالسي اي هو ده الانتجريتور، ده داخل عليه 3 برانشز صح. في برانش منهم سي 1 زي الحاله اللي فاتت، وفي برانش تاني اللي فوق ده صح، بس البرانش ده داخل له ايه؟ نفس الانبوت صح، قبل كده كان في انبوت واحد وفي انبوت 2 وفي انبوت، ده داخل عليه نفس الانبوت، وفي برانش ثالث بقى اللي هو ايه؟ ايش ده اللي فوق ده في الفيدباك، وده كانه برانش ثالث بس داخل عليه مين؟ داخل عليه في اوت. فاكشلي وي كان بوت ذس ان ا بلوك دياجرام ابروتش ده انا عملناه من شويه كده، ان انا عندي انتجريتور يا جماعه اللي هو واحد على سي اي في واحد على زد ماينس 1 ده الانتجريتور صح كده؟ والانتجريتور ده داخل عليه سامر هنا اللي هو السوبر اللي هم الانبوتس المختلفه دي، السامر ده في واحد منهم ماينس سي 1 في 1 ماينس زد ماينس 1 ده اللي هو اني واحد؟ ده اللي هو السي 1 بس اللي ما فيش فيه انتجريشن صح، اللي هو الايه الدايركت باث ده. وفي واحد تاني ماينس سي 2 اشمعنى؟ لان ده انتجريتور صح بالنيجاتيف، انا عارف ان ده بالنيجاتيف عشان كده حطيت هنا ماينس سي 2، وده ديلاي فري ما فيش فيه ديلاي صح. ليه ما فيش فيه ديلاي؟ لان احنا هنا ده فاي 1، وباي ذا واي انا بسامبل الاب دلوقتي برضو في فاي 1، حد شايف ليه انا بسامبل الاب في فاي 1؟ يعني مش محتاج احط لك انا سويتش ولا حاجه من فوق يا جماعه، بيزيكلي انا انا الاب ده مين اللي بيستخدمه؟ السي 3 اللي فوق دي صح، اللي هي في الفيدباك دي، ودي بتسامبل برضو عند ايه؟ عند فاي 1. والثالث ده البرانش الثالث اللي هو ده، ده راجع من الاب، وده برضو ماينس سي 3. ليه ماينس سي 3؟ لان ده برضو انتجريتور صح ويز نو ديلاي، وبرضو بالايه؟ بالنيجاتيف. هل نعرف نجيب اتش اوف زد بقى دلوقتي ولا ما نعرفش؟ بالبلوك دياجرام ده المفروض يبقى سهل جدا ان انا اجيب اتش اوف زد بقى يا جماعه صح؟ يعني اتش اوف زد اقدر اكتب في اوتبوت بتساوي ده في مجموع الثلاثه دول مش كده؟ واطلع ايه؟ اطلع في، او في طريقه ثانيه مش عارف ميسونز رول تقريبا، ما اعرفش خدتوها في الكنترول، سمعتوا عن ميسونز رول دي قبل كده؟ ازاي نطلع بيها البلوك دياجرام؟ بلوك ريدكشن ميبي هي نفسها، ما اعرفش يمكن اسمها ميسون رول. اوكي يعني احلها باي طريقه بقى، سيجنال فلو جراف يعني بيزيكلي وانس ان انا وصلت للبلوك دياجرام ده احلها باي طريقه، ابسط طريقه ان انا اكتب المعادلات، يعني مش لازم حتى اعمل ريدكشن ولا اي حاجه، هي بتبقى سهل مش صعبه قوي للدرجه دي. هكتب ان الاوتبوت ده بيساوي ده في مجموع الثلاثه بقى زي ما قلنا كده ماينس سي 2 في كذا انسو ماشي. طيب هحاولها لك في الاكزامبل اللي جاي، ده اخر اكزامبل ماشي. ده اباي كواداتيك سكشن يعني سكند اوردر ايه فلتر اوكي، برضو سويتش كاباستور امبلمنتيشن بتاع سكند اوردر. حد شايف الفلتر ده مكون من ايه؟ ماشي ده بيزد على التاو توماس باي كواداتيك اللي احنا خدناه في الايه في الكونتينوس تايم او في الاوب ام بار سي. التاو توماس ده كان عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن اثنين انتجريتورز صح، بس واحد منهم ايه والتاني ايه؟ واحد كنا بنقول لوسي واحد لوسلس صح، ففي هنا اثنين انتجريتورز، في واحد منهم لوسي وفي واحد لوسلس. حد شايف هما فين؟ كان ده يا جماعه ده اللوسلس انتجريتور، يعني كان دي ار وسي، انا بس شلت الار وحطيت مكانها سويتش كاباستور امبلمنتيشن بتاعها، وده اللوسي انتجريتور. اللوسي انتجريتور ده كان ار سي وفي هنا ار في الفيدباك صح، في هنا ار شلت برضو الاثنين دول حطيت مكانهم السويتش كاباسيتور امبلمنتيشن، وكان في ايه في الفيدباك بقى اللي بره خالص ده برضو ريزيستنس بس كان بماينس 1 صح، كان في هنا ماينس 1 وكان فوق في ريزيستنس، الريزيستنس اهي فوق هنا، بس انا هنا بقى كمان ما احتجتش الماينس 1. وبعد كده هرد على السؤال بتاعك ليه ما احتجتش الماينس 1؟ حد شايف يا جماعه الانتجريتور ده نوعه ايه والانتجريتور ده نوعه ايه؟ الاولاني ده من هنا لهنا احنا قلنا لو ده فاي 1 موجوده هنا كده صح، فده نيجاتيف انتجريتور، ده اوريدي نيجاتيف، اول واحد ده نيجاتيف. السؤال الثاني بقى بسال مش بس، هل ده في ديلي ولا مفيش في ديلي؟ المفروض ان انا اشوف الاوتبوت ده سامبلد امتى صح، يعني انا عملت له سامبلنج امتى، يعني انا هاخد الاوتبوت ده امتى؟ انا مش محتاج اقول لك هنا بقى، انت خلاص انت شايفه ايه اللي بعد كده، ايه اللي بعد كده مين اللي هيسامبل الاوتبوت ده؟
سي 2 ده بالظبط انا هتشارج سي 2 ده عن طريق ايه؟ فاي 1 صح؟ الديلاي بقى بتاع الانتجريتور ده بيساوي كام؟ اول انتجريتور كام؟ ديلاي فري بيزيكلي ده ما فيش فيه ديلاي لان انا بسامبل الانبوت عند فاي 1 وبسامبل برضو الاوتبوت عند فاي 1 صح؟ فذير از نو ديلاي فبيزيكلي اول واحد ده لو عايز اكتب المعادله بتاعته هيطلع فيه فوق ايه 1 صح؟ ما فيش فيه ديلاي. طب وتاني واحد الام ال... نعم ده بوزيتيف صح لان عكست بقى اللي احنا قلنا فاي 1 هنا وفاي 2 دي عامله كده ده بوزيتيف عشان كده انا حطيت واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف وبالتالي بقيت في الفيدباك ممكن خلاص اعمل الفيدباك مش محتاج احط الايه مش محتاج احط ماينس 1 اللي كنت بحطها قبل كده دي. طيب والديلي بقى بتاع الانتجريتور ده من هنا ده الانبوت بتاعه صح لهنا برضو انا كنت عايز اشوف الاوتبوت ده مين اللي عامله سامبل انا حتى انا حاطط سويتش هنا بس انا حتى ده مش محتاج احطه الاوتبوت ده انا بستخدمه امتى ده هنا في فاي 1 وبرضو هنا في فاي 1 صح انا اوريدي عارف ان الاوتبوت ده از بينج سامبلد ات فاي 1 حد يعرف يقول لي بقى الديلي من هنا لهنا بكام ب 1 كلوك سايكل صح لان انا بسامبل الانبوت ده عند فاي 1 بس الاوتبوت ده بيطلع فين عند فاي 2 صح بس انا ما باخدش الاوتبوت عند فاي 2 ده انا باخد الاوتبوت عند النكست فاي 1 فذير از ا كومبليت كلوك سايكل ديلي بتوين الانبوت ده وبين الايه الاوتبوت فبيزيكال اول انتجريتور ده هيبقى بالنيجاتيف اند اتس ديلي فري ثاني انتجريتور هيبقى بالبوزيتيف اند ات هاز 1 ايه 1 كلوك ديلي ماشي ولو شلنا بقى كل واحد منهم وحطينا برده مكانه البلوك دياجرام نقدر نحل الايه نحل الفلتر اركيتكتشر ده كله ماشي واعتقد برضو عندكم مساله في الشيت انا مش هحلها يعني بس بيزيكالي هو ده اللي انا هعمله يا جماعه هشيل كل انتجريتور وكل انتجريتور برضو داخل عليه زي سميشن كده اللي احنا قلنا سوبر بوزيشن يعني فور اكزامبل الانتجريتور ده ايه التو انبوتس اللي داخلين عليه او ايه السميشن هيحصل ما بين ايه وايه في انبوت ده واحد منهم والتاني ايه في اوتبوت صح فده التو سامينج او السوبر بوزيشن هيحصل ما بينهم وتاني واحد الاوتبوت بتاع اول واحد وايه تاني والاوتبوت برضو صح فبيزيكال كل واحد منهم عليه ايه عليه سامر في اثنين انبوتس وفي انتجريتور سواء بقى ديلي فري او بديلي ان سو وفي الاخر لو عملنا البلوك دياجرام نقدر نطلع الايه الاتش اوف زد فبيزيكال يعني من الاخر كده يا جماعه واعتقد في المساله دي يعني برضو موجوده عندكم في الشيت ان لما المساله بيبقى فيها بقى مور ذان وان انتجريتور ما بقى وي دونت ابلاي ذا تشارج كونزرفيشن برينسيبل لما ابلاي تشارج كونزرفيشن ده في الحاجات الصغيره اللي هي ايه وان انتجريتور عشان بس اعرف اتش اوف زد وانس الدايره ابتدت تكبر عن كده برجع بقى كل حاجه لاصلها للبيلدينج بلوك بتاعها اقدر اشيلها واطلع الايه الاوفر اول ترانسفير فانكشن في اي اسئله ثانيه يا جماعه طيب احنا كده خلصنا الحمد لله فكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان ان شاء الله ويعني بالتوفيق باذن الله بقى في الفاينل اكزامز بتاعتكم و